السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة طلبات أولى ثانوي. معكم مستر محمد شعبان، وأنتم على قناة فرنساوي الثانوي مع مستر محمد شعبان. لو أنتم أول مرة تشوفوا القناة أنصحكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. ولو أنتم عايزين تشوفوا الفيديوهات اللي نزلت قبل كده هتلاقوا قائمة تشغيل اسمها أولى ثانوي ترم أول 2024، هتلاقوا فيها الفيديوهات بالترتيب ورا بعض. إن شاء الله النهاردة يا شباب معدنا مع حل امتحانات المعاهد الأزهرية. إن شاء الله هنحل الامتحانات اللي في آخر جزء من امتحانات كتاب برافو اللي هو الخاص بطلبه الازهر. حبايبنا طبعا طلبه الازهر هعمل لهم دلوقتي الفيديو ده خاص بالامتحانات بتاعتهم، هحلها ان شاء الله في الفيديو ده. تمام، هنبدا كده من الامتحان رقم 35 منطقه القاهره الازهريه. طبعا قبل ما نبدا لازم نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. زائد لو انتم بتعجبكم فيديوهاتي يا شباب يا ريت ما تخلوش تحطوا لايك للفيديو وتشاروا كل اصحابكم بقى عشان ايه نستمر معاكم ان شاء الله. اول امتحان عندي بيقول جو مابيل بيير، انا اسمي بيير، اي جي سيزون وانا عندي 16 سنه، مي كوبان دو كلاس اي موا اصدقائي في الفصل وانا، نو زافون دي كورسبوندون احنا عندنا اصدقاء على النت ايجيبسيا اي بريزيليا، عندنا اصدقاء على النت مصريين وبرازيليين، السو سوسيابل اي تري جونتي هما يكونوا اجتماعيين ولطفاء جدا، ايمن سيمون كورسبوندون ايمن صديقي على النت، الابيت اوكير هو يسكن في القاهره، نوز ادورو شاتي سور انترنت نحن نعشق الدردشه على النت، الموبارلي دو هو يكلمني، الموبارلي دي يعني هو يكلمني، دي سي لوازير عن هواياته، دي سي جو بريفيري وعن ميوله المفضله، الاملمات هو بيحب الرياضيات، لو باسكت كره السله، اللي بوند ديسيني كوم موا والقصص المصوره مثلي، مي لكن اللي ديتست لونجلي ويكره اللغه الانجليزيه، موا انا جو ديتست لو ديسان اي لستوار انا اكره الرسم والتاريخ. اول سؤال بيقول لو كورسبوندون دي بيير اي يعني صديق المراسله بتاع بيير يكون ايجيبسيا يعني مصري، بيير بيغزونت بيير بيقدم مين انا مي سوغ انترنت صديقه اللي على النت. رقم ثلاثه ايمن اي بيير اي ايمن وبيير بيحبوا ايه؟ الاثنين بيحبوا لوشات اللي هو الدردشه على النت يعني. بعد كده مي فيغي او فو يعني ده صح او غلط، لي دو كورسبوندون ايم لو سبور الاثنين الاصدقاء بيحبوا الرياضه اه يبقى فيغي، بيير ابيت اوكير بيير يسكن في القاهره لا يبقى فو، ايمن نابا دامي برازيليان ايمن ما عندوش اصدقاء برازيليين لا عنده يبقى غلط. نيجي بعد كده للمواقف، اول سؤال في المواقف بيقول تونامي اي سوسيابل صديقك يكون اجتماعي، تو دي انت هتقول ايه؟ طبعا في الازهر بنختار اختيار واحد، انت صديقك اجتماعي انت هتقول يبقى هو ايه؟ هو لا يتكلم مع احد، هو ليس لديه اصدقاء، ولا هو يتكلم مع كل الناس، ولا هو لديه كثيرا من الاصدقاء، هي دي هو لديه كثيرا من الاصدقاء. رقم اثنين تو دونتيفي ان بيرسون انت بتحدد هويه شخص ما، لما اجي اقول لك انت بتحدد هويه حد يبقى انت هتختار حاجه عاقل بين الاختيارات، هتقول ايه؟ انه فلان وتقول صفته مين. طيب هنا بيقول لك انه في سلسله المفاتيح طبعا ما تنفعش عشان هو قال لك بيرسون. طيب رقم سي انه توم ان فوزا انه هذا توم جار دي صح. طيب سي ما فيل ما فامي انها عيلتي لا طبعا ما تنفعش، سيسون مي كوبين هؤلاء صديقاتي ما تنفعش لان دي جامع وبيقول لك واحد بس. ثلاثة تونا ميت دو موند صديقك بيسألك لو جور دو تون انفيرسير يوم عيد ميلادك، تو دي انت هتقول ايه؟ هتقول ايه؟ انه الاول من مايو هو دي الاجابة الصحيحة. طب بي معناها ايه؟ هو يكون في شهر يوليو، طبعا مش بقول لك على الشهر انا بسألك على اليوم، انا عندي 15 سنة مش بقول لك انت عندك كام سنة، انه اليوم الاول في السنة الشهر الاول في السنة طبعا ما بسألكش برضه على الشهر انا عايز اليوم، بيقول لك لو جور. رقم أربعة تون بروفيسير بار ال دي يعني مدرسك بار، بار دي يعني مشي ذهب، هو هيقول ايه؟ هيقول او ريفوار يعني الى اللقاء. بعد كده القواعد، اول سؤال في القواعد بيقول ايه يا شباب؟ بيقول جي دي زامي جيمو انا عندي اصدقاء توأم، السون نقط يبقى هما السون عايز ايه؟ السو ديت جامع مذكر يبقى عايز اخد صفه جامع مذكر، فين الجامع اللي عندي مذكر؟ عندي كلمة سوبر ده هي تمشي في جميع الحالات زي ما هي مفرد وجمع ومذكر ومؤنث، كلمة سوبر زي كلمة مارون وأورانج، عندي برضو كلمة مارون
واورانج دول بيمشوا مذكر ومؤنث ومفرد وجمع، زائد طبعا كلمه سبير دي. الثلاثه دول بيمشوا في جميع الحالات. بعد كده يا شباب عندي سؤال رقم 2، إلا سواسونت اي نوات اون، هو او هي عندها 60 سنه و سواسونت اي نوات اون. طبعا اون دي جمع، يبقى سواسونت اي، سواسونت اي كانز ولا اونز ولا دي. هنا بقى لازم تركز شويه، خلي بالك ان كلمه سواسونت يعني 60. طيب لو عايز اقول 64 او عايز اقول 70، سواسونت ديس. طب 64 طبعا وحدت لك هنا ايه، تمام، اوت يعني. طب سواسونت اي اونز يعني 71. رقم 3 يا شباب، فريده اي سميره نوت لا ليتيراتير يعني الادب. سميره وفريده دول اتنين مع بعض يعني بيساوي الايه الافيك اس، تمام. طب عايز اصرف الفعل اللي في الاختيارات مع الافيك اس، افيك مع الايه الافيك اس، كلهم متصرفين مع الايه الافيك اس، يبقى اشوف المعنى. هقول ايه، يكرهون الادب ولا يكونون ولا لديهم ولا دونت يرقصون. ما ينفعش طبعا، لا ليتيراتير اللي هو الادب اللي هو المقصود بالشعر، تمام، يبقى هم يكرهون لا ليتيراتير. رقم 4، دي سور لينير دي ليو سون يعني الالم، الاقلام المحدده بتاعت ليو تكون. الاقلام كلمه مذكر وهنا جمع، يبقى اختار جمع مذكر. فين الجمع المذكر اللي في الاختيارات؟ عندي كلمة غوج بتمشي مؤنث ومذكر، وهنا جمع تبقى هي دي اللي صح. طبعا كلهم جمع، بس اشوف بقى مين فيهم اللي تمشي مذكر ومؤنث. 5، تو اي ني نوت، انت اتولدتي امتى؟ يبقى كنت. طبعا كي يعني من، وكمو يعني كيف، وكو يعني ماذا. بعد كده غيمي سيمو اونوردا بوغفيغ دي فراز يعني رتب هذه الكلمات لكي تحصل على جمل. طيب هنبدا بالكلمه اللي بتبدا بحرف متحرك يا شباب، قصدي بحرف كابيتال يا شباب. هنبدا بالكلمه اللي بتبدا بحرف كابيتال، لان الجمله اللي بتبدا بحرف كابيتال. عندي مثلا كيسكو تو ايم او ليسي، ماذا انت تحب في المدرسه. الجمله الثانيه هتبقى جو، طبعا جو هنا بتبدا بكابيتال وفيكتور بتبدا بكابيتال، بس فيكتور ده اسم حد، تمام، الطبيعي ان هو بيبدا بكابيتال سواء في اول الجمله او في اخرها او في نصها، ماليش دعوه، تمام. هشوف الجملة الكلمة التانية اللي بتبدأ بكابيتال، يبقى جو تو بريزونت، أنا بقدم لك مون أمي فيكتور، أنا أقدم لك صديقي فيكتور. طيب بعد كده بيقول لك إيه، تريت لان دي سوجي سويفون، يعني إعمل واحد من الموضوعين الآتيين، هتكتب ثلاث جمل بس، ديكري تون ساكادو، أوصف شنطة ظهرك، بريزونت تون أمي دو ليسيه، قدم صديقك في المدرسة، هتكتب ثلاث جمل في اي واحد من الاثنين دول. هتقول مثلا جي ان ساكا دو، انا عندي شنطه الظهر، الي روج هي تكون حمراء، الي غون هي تكون كبيره، جي دي ليفر اي دي اي دي كايي، انا عندي كتب وكراريس، بس مش هتقول اكتر من كده. وطبعا احنا عملنا فيديو في كل المقالي او كل الايميلات، قصدي الموضوعات او الباراجرافات الصغيره اللي انت بتقول عليها باراجراف ديت، تمام، طبعا هي اسمها سوجي على فكره، ماشي. كل الباراجرافات او السوجي ديت موجوده في فيديو واحد، هتلاقوه في علامه الاي فوق وفي لينك الفيديو ان شاء الله تحت. تعالى بقى نخش على الامتحان اللي بعده يا شباب، رقم 36، محافظه او منطقه المنوفيه الازهريه. سلو سلمى، مرحبا يا سلمى، جومابيل هاجر، اسمي هاجر، جي كانزو 15 سنه، جي سوي اليكول سيكوندير، انا بكون في المدرسه الثانويه، جي دوكو بين، انا عندي اثنين صديقات، نورهان الى سيزون، نورهان تكون عندها 16 سنه، اليسيبيغ هي تكون رائعه، فاطمه كاتورزون، فاطمه عندها 14 سنه، الي جورموند هي تكون اكوله بتاكل كتير، دومون ساكادو داخل شنطتي، اليا دي ليفغ يوجد كتب، ما شومبغ اي رونجي حجرتي تكون مرتبه. اول سؤال بيقول مونج بكو، مين اللي بياكل كتير؟ فاطمه. هاجر فا اوليسي، هاجر بتروح في المدرسه الثانوية. رقم 3، نورهان نوات او، نورهان عندها كام سنة؟ عندها سيزو يعني 16 سنة. بعد كده ده صح أو غلط يا شباب، هاجر ام لوردر، هاجر بتحب النظام، فيغي، هاجر ادي ليفغ دون سون ساك، هاجر عندها كتب في شنطتها، فيغي، لتخوازا مي التلات صديقات اون لو ميم اج، عندهم نفس العمر فوق.
المواقف يا شباب، أول موقف بيقول تو بريزونت تون أمي أتون بير، أنت بتقدمي صديقتك إلى والدك. تمام، تودي أنت هتقولي إيه؟ هتقولي إيه؟ هتقولي، قال لك إيه؟ أمي، خلي بالك أمي هنا كلمة مفرد مؤنث، تمام؟ عشان بس لو كان قال لك أمي المذكرة كنت هتاخدي ولد، تمام؟ فدي مؤنث فتبقى صديقة واحدة، تمام؟ فدي مش هتنفع عشان ده صديقي صديقي أحمد، تمام؟ وده مدرسي محمود، تمام؟ وده جاري مذكر يبقى هي رقم ب، سيمونامي ليا، إنها صديقتي ليا. رقم اتنين، تو سالوتون كوبان لوماتا، أنت بتحيي صديقك لوماتا، يعني أنت تحيي صديقك لوماتا، يعني صباحاً أنت هتقول بونجور، صباح الخير. تلاتة، تونكو باتو دوموند، صديقك بيسألك كيسكو سي، ما هذا؟ تو دي، أنت هتقول. قلت قبل كده إن كلمة كيسكو سي بتسأل عن حد غير عاقل، يعني هتختار غير عاقل من من الاختيارات اللي تحت. طبعا ده عاقل، الاخ والجاره والاب، طبعا ما عادش غير التوس، 60 توس انها مقلمه، شيء غير عاقل اهو. اربعه، تو دوموند انا مي سي جو، انت بتسال صديقك عن ميوله. تو دي، انت هتقول ايه؟ هتقول انت اللي بتسال وانت اللي هتقول، يبقى هتقول سؤال، هتساله عن ميوله فهتقول له كيسكو تو ايم، ماذا انت تحب، لكن دي ما اسمك ما تنفعش. طيب بعد كده سؤال القواعد بيقول جو نو بيغزون تباسم ان فوزان، انا اقدم باسم جار. طيب هقول ايه؟ ينفع اخد اما ابوستروف؟ ما تنفعش. طيب ينفع اخد سو مع جو؟ ما تنفعش برضو، لاني تصريف الفيرب ده يا اما جو مو تو بريزونت، جو مو بريزونت انا اقدم نفسي، او جو تو بريزونت انا اقدم لك. نشوف معنى الجمله ايه، هل هي عايزه اقدم نفسي فاخد مو، ولا اقدم لك فاخد تو؟ هل لو قلت جو مو بريزونت باسم، انا اقدم نفسي باسم، ما تنفعش، انا اقدم لك باسم، ايوه هي دي، يبقى تو. اتنين، مون فرير نو تيميد، اخويا يكون تيميد خجول. مون فرير ده اسم مفرد بيساوي الضمير ال، صرف مع ال، فيرب اتر اللي في الاختيارات مع ال بيبقى او اس تي. رقم ثلاثة، تو ابيت، انت بتسكن اين، يبقى او، لكن دي معناها متى ودي ما ودي ماذا. أربعة، جي ان نوت بلو، عندي بتيجي مع المذكر، فين المذكر اللي في الاختيارات؟ كلمه فتح يعني قلم سبوره، وجميع الأقلام يا شباب مذكرة. خمسة، محمد سامي لو فرونسي، محمد سامي ده اسم مفرد بيساوي الضمير إل، فهصرف مع الإل تبقى إيم آخرها أو، نهاية المجموعة الأولى مع الإل بتبقى أو. بعد كده يا شباب عندي الترتيب، هنبدأ بالكلمة اللي بتبدأ بحرف متحرك، هيقول لو ووج إتين كولير، الأحمر يكون لون. الجملة التانية هنقول سي برازيلي برازيليان، انها حزازه برازيليه. الموضوع بيقول لك اوصف مقلمتك وقدم صديقك الفرنسي. اوصف مقلمتي فهقول جي انتوبوس، انا عندي مقلمه، الي غوج هي تكون حمراء، الي غروند هي تكون كبيره، دون ماتوس داخل مقلمتي، اليا ديستيلو ايدي كخيون، يوجد اقلام جاف واقلام رصاص، وبرضه هتلاقوه في الموضوعات ان شاء الله. الامتحان اللي بعد كده امتحان منطقة كفر الشيخ الأزهرية. منطقة كفر الشيخ الأزهرية يا شباب بتقول ايه؟ بونجور بابا، يعني صباح الخير يا بابا. جوفو بغزونت، انا اقدم لحضرتك ميديكو بين صديقاتي الاثنين، السابيل سلمى وهدى، السون جيميل، هما الاثنين توأم، سلمى ايتينكو بين دو تنس، سلمى تكون صديقة في التنس، هدى ايتينكو بين دو ليسي، هدى تكون صديقة في المدرسة، سلمى اي جينيال، سلمى تكون رائعة، اي سوريونت ومبتسمة، هدى اي تيميد، هدى تكون خجولة، اي انتليجونت وذكية، كوم موا زي بالظبط. هايدي اللي كاتبة الكلام ده. أول سؤال بيقول هايدي هايدي عندها ايه يا شباب؟ عندها كام صديقة؟ دو كوبين، اتنين صديقات. طبعا كلمة سيل ده اهي معناها واحدة. ان سيل كوبين يعني صديقة واحدة، طبعا ما تنفعش. رقم اتنين، هدى وهايدي سون، هدى وهايدي يكونوا خجولين وذكيات. رقم تلاتة، هدى اي نوت دو هايدي، هدى دي بالنسبة لهايدي هي ايه؟ لاكو بنتو ليسي، صديقتها في المدرسة. بعد كده صح وغلط، هدى بغزونت سيكو بين اسومبير، هدى بتقدم صحباتها الى والدها فيغي، هدى اي سلمى سو جيميل، هدى وسلمى يكونوا توأم، هدى وسلمى يكونوا توأم، صح، فغي،
هايدي ار انكو بنتو دينيس، هايدي لديها صديقه في التنس، فيغي برضه صح. بعد كده المواقف، اول موقف بيقول تو ايدنتيفي انكوبين، انت بتحددي هويه صديقه، تو دي انت هتقولي تمام صديقه، قال لك صديقه واحده مفرد مؤنث، ده مازن مذكر ما ينفعش، وده عمر، وده عادل ما ينفعوش، يبقى منى، انها منى صديقتي. رقم اتنين توناميتو دمون تون ايتا، صديقك بيسالك عن تون ايتا، ايتا يعني حالتك، يعني انت عامل ايه؟ ال دي هو هيقول ايه؟ يقول لك سافا انت كويس، لكن الاولى دي ما اسمك، ودي كومو الفا كيف حاله هو، الاكلاج يعني كم عمره. رقم ثلاثة تونامي ايم ليز اكتيفيتي مانويل، صديقك يحب الانشطه اليدويه، تو دي انت هتقول ايه؟ واحد بيحب الانشطه اليدويه، فانت هتقول ايه؟ ال ان كيت دارتيست، هو عنده شنطه فنان، شنطه عده يعني، لكن دي هو جار، هو عنده جاره، وهو عنده كتاب، وهو عنده مضرب، ما ينفعوش، لكن الانشطه اليدويه بتحتاج شنطه ادوات. أربعة لو بروفيسير تودموند، المدرس بيسالك اون كيل موا اوني، في اي شهر نحن نكون، تو دي انت هتقول ايه؟ هو بيسالك، انت اللي هتقول جو سوي، لا اوني يعني نحن نكون، دي معناها انا اتولدت في شهر يناير، ما تنفعش. طيب سي لو موا دو جانفيير، هي دي انه شهر يناير، لكن دي معناها هو اتولد يوم 4 فبراير، ودي متى انت اتولدت، وديت انا اتولدت في شهر يناير، ما ينفعوش. انا عايز اقول لك احنا احنا موجودين في شهر ايه دلوقتي، فهتبقى رقم ايه. القواعد بعد كده شباب، سي نوات، طبعا سي كي يعني من هذا، جو نوا بيغزون تو مونامي علي، برضه الجمله دي بتتكرر كتير في الامتحانات، لما تشوفها هتجرب تشوف الترجمه عايزه ام او ولا تقول. لو قلت جو مي بغزونت انا اقدم نفسي، جو تو بغزونت انا اقدم لك، فهنا عايزه تو، انا اقدم لك صديقي علي، جو تو بغزونت. ثلاثة لامير دو سامي ايه، ام سامي تكون، ام سامي دي مفرد مؤنث، تاخد صفه مفرد مؤنث، سامبا بتمشي مؤنث ومذكر. رقم أربعة كيسكو سي، ما هذا، بتسال عن حاجه غير عاقل، يبقى ستام بغسل انها حظاظه. رقم خمسة لو بروفيسور سيزليف، المدرس ده بيساوي الإيل، إنه اسم مفرد بيساوي الإيل، طيب اللي بيساوي الإيل ده أصرف معاه الفعل يبقى آخره أو، سالون يحيي تلاميذه. طيب نيجي بعد كده ليه الترتيب، هنبدأ بكل أج أفي فو، يعني كم عمر حضرتك عندك. الجملة الثانية هنقول مي كوبان سون بافارد، أصدقائي يكونوا رغيين. بعد كده بيقول لك اوصف ديكري جون، تونكو بقى اوصف صديقك جون، مديك كاركتير يعني السمة الشخصية والميول، اكري تي سور تي جو سكولير ايمي وديتستي، يعني اوصف صديقك جون، هتقول السمة الشخصية والميول، هتقول جي ان كوبا، انا عندي صديق إلسابيل جون، هو اسمه جون، اللي تيميد هو خجول، اللي ملو فوتبول هو بيحب كرة القدم، اللي ديتست لي مات هو يكره الرياضيات. بس كده يا باشا يا شباب، للمحافظة أو المنطقة الـ 38 منطقة الغربية الأزهرية، مون بغنوم إي مونا، اسمي يكون مونا، جي سوي رومانتيك، أنا أكون رومانسية، جي كانزو، عندي 15 سنة، جي سوي أو ليسي السادات، أنا أكون في مدرسة اسمها السادات، جيم لا ناتاسيو، بحب السباحة، إلا ميزيك والموسيقى، مي لكن جو ديتست لو تنس، أنا أكره التنس، مع سيغ جميل، أختي التوأم داليا، إم ليغ دلي بيدي، بتحب تقرأ القصص المصورة، إليم أسيلو السينما، هي تحب أيضا السينما، كلمة أسي يعني أيضا. طيب أول سؤال بيقول داليا إيم ليغ، داليا بتحب تقرأ إيه، المجلات ولا الجورنالات ولا الكتب ولا القصص المصورة. رقم اتنين منى أنوات أو، منى عندها كانزو 15 سنة. رقم تلاتة السادات إيلو نوم، السادات ده اسم كلية ولا نادي ولا سينما ولا مدرسة، مدرسة. نيجي بعد كده ليه صح وغلط، منى ايداليا، منى وداليا او يعني لديهم، او ان تدا فيرب افوار يعني لديهم، لميمجو لميمجو يعني نفس الميول، لا مش نفس الميول، مش نفس الحاجات اللي بيحبوها، هي هي. رقم اتنين داليا ام لا ميوزيك، داليا بتحب الموسيقى، فو داليا اكنزو، داليا عندها 15 سنة. نيجي بعد كده ليه المواقف، اول موقف بيقول تو بغزونت تو نامي اتامير تو دي،
انت بتقدم صديقك الى والدتك، ماذا انت تقول؟ قال لك ايه؟ تنمي صديقك، مفرد مذكر. خلي بالك دايما بيلعب على كلمه امي، ديت هي مذكر ولا مؤنث، فخلي بالك منه. تمام، رنا طبعا دي بنت وامي مؤنث، وسيبير دي توصف سمته الشخصيه، يبقى فواسي كريم. اتنين، تو باغلي دي تون كاركتير، انت بتتكلم عن سمتك الشخصيه. تو دي انت هتقول ايه؟ هتقول جو سوي سوريو، انا اكون مبتسم. تلاتة، تو ام بكل اسبوع، انت بتحب اوي الرياضه. تو دي انت هتقول ايه؟ جادور لسبور، انا اعشق الرياضه. أربعة، تو نامي تو دو مون، صديقك بيسأل لك فيفري سي كوا، فيفري ده يكون ايه؟ انه شهر طبعا، يبقى ستام موا، انه شهر. طبعا كلمة سيزو يعني فصل، يعني صيف شتاء خريف ربيع كده، وكونجي يعني عطلة، وجور يعني يوم. نيجي بعد كده لسؤال القواعد، بيقول فو فوزابي لي نوت، فو فوزابي لي كومو، يعني حضرتك اسمك ايه؟ اثنين، داليا ايتين نوا، داليا دي اسم بنت، وان بيجي بعدها مؤنث يبقى كوبين. ثلاثة، كسكس ايه على بعضها يعني ما هذا. أربعة، جملك خيون، الأقلام مذكر، وهنا جمع، يبقى أنا عايز جمع مذكر، يبقى كله غي ملونة. خمسة، مارك جون سو، مارك وجون سو نوت أم مارس، عايز أقول اتولدوا في مارس. مارك وجون دول اتنين، يعني إيه؟ يعني اتنين جمع مذكر، تبقى تاخد ني بتاعت الجمع المذكر. نيجي بعد كده يا شباب للترتيب، سؤال الترتيب بيقول كيسكو، ماذا؟ تو ا دون لاتروس، ماذا انت لديك في المألمة؟ السؤال الثاني هيقول جو سوي ني اون اكتوبر، انا اتولدت في شهر اكتوبر. بعد كده الموضوعات، والموضوعات يا شباب عندي اتنين موضوع، بغزون تطوى قدم نفسك، وانجاج يعني اخترع او ابتكر، ان كونفرساسيون محادثه، افيك تونامي مع صديقك، شغل فورنيتير سكولير حول المستلزمات المدرسيه. فانت هتقدم نفسك وهتقول انا اسمي جومابيل محمد، جي كانزو، عندي 15 سنه، جيم لو فوتبول، بحب كره القدم، جي سوي تيميد، انا اكون خجول، جمل بسيطه وسهله كده. تعال نشوف بقى الامتحان رقم 39، محافظه بني سويف. جو مابيل سيلين، انا اسمي سيلين. جي سوي زيلي فرانسيز، انا اكون تلميذه فرنسيه. جابيت اون ايجيبت، انا اسكن في مصر. جي سوي ني اون افريل، انا اتولدت في شهر ابريل. جملو فوتبول اللو تنس، انا بحب كره القدم والتنس. جي ان سير، انا عندي اخت. السابيل لورا، هي اسمها لورا. نو سوم دو جوميل، احنا نكون توأم. جي اوسي ان فرير، انا عندي ايضا اخ. السابيل هوجو، هو اسم هوجو. الا ديزون، هو عنده 12 سنه. إليم لابينتير، هو يحب الرسم. أول سؤال بيقول سيلين إيم، سيلين بيحب إيه؟ لوسبور، الرياضة. سيلين أبيت، سيلين بتسكن أون إيجيبت، في مصر. ثلاثة، أوجو أوجو عنده 12 سنة، دوزون. بعد كده مي فيغي أوفو، ده صح أو خطأ. لورا إت إيني أون أفريل، لورا اتولدت في شهر أبريل، فيغي. وجو بريفير لابانتيغ، وجو بيفضل الرسم، فيغي. سيلين اي لورا اون دو فغير، سيلين ولورا عندهم اتنين اخوات؟ لا، واحد بس. بعد كده يا شباب عندي سؤال المواقف، بيقول تون بروفيسير تو دومون، مدرسك بيسألك تون نوم، انت هتقول ايه؟ بيسألك عن اسمك، فانت هتقول ايه؟ هتقول جو مابيل سامي، انا اسمي سامي. رقم اتنين يا شباب، تونكو با اغيف شتوى، يعني صديقك يصل عندك، وصل عندك يعني، انت هتقول له ايه؟ هتقول له سالو، مرحبا، انتخ يعني ادخل، فيرب انتخ دي يعني يدخل، واريف يعني يصل. تلاتة، انا ميتو دومون، صديق بيسألك كي سي، من هذا؟ طبعا كي سي دي بتسأل عن عاقل، فندور على عاقل في الاختيارات، ما فيش غير سيمون فوازا احمد، انه جاري احمد. لكن رقم سي دي ما تنفعش، لانها بيقول لك انه كتاب منى، فبرضه ده كتاب يعني غير عاقل، فما تنفعش، ودي مقلمه وديت انبوبه لازم. اربعه، تنمي بغل بكو، صديقك بيتكلم كتير، انت هتقول ايه؟ يبقى هو رغاي، ورغاي يعني بافار، ليه بافار. بعد كده القواعد يا شباب، اول سؤال في القواعد بيقول مسيو نوت، مسيو علي نوت 14 زون، مسيو علي عنده 40 سنة. طيب كلمة مسيو علي دي، هل هنا
هعملها بمعاملة الإيل فهختار أ، ولا أعملها معاملة الفو فهختار أفي؟ لا، هنا هل أنت بتوجه الكلام، هل أنت هنا بتوجه الكلام لمسيو علي يعني بتكلمه هو؟ لو بتكلمه هو فهتقول له فو، لكن لو بتتكلم عنه فهتقول إيل. هنا مسيو علي عنده 40 سنة، تمام؟ يبقى أنت مش بتوجه له الكلام، أنا بقول جملة عادية موجهة لشخص تاني أنا بكلمه، تمام؟ لكن لو بكلم مسيو علي بقول له حضرتك عندك 40 سنة، تمام؟ يبقى ساعتها صرفها مع الفو، لكن هنا مش هيبقى بصيغة الاحترام، فهيبقى مع الإيل تبقى آه. سوني بقى نوت فتخ، فتخ ده مفرد مذكر يعني آه، وعند جملة منفية بس فعل إتر هو اللي منفي ما بيتأثرش بالنفي، فبدلناها آن زي ما هي. رقم 3، سيتان فتخ، برضه فتخ دي كلمة مفرد مذكر، عايز اختار صفة مفرد مذكر عندي غوش بتمشي مذكر ومؤنث. رقم 4، ليزي ليف، دي كلمة اسم جمع بيساوي الضمير إلى فيك أس لو عايز أصرف مع فعل. طب اللي في اختيارات ده فعل ولا صفة؟ فعل، يبقى أصرف مع إلى فيك أس، وليلى فيك أس أفعال المجموعة الأولى بتبقى آخرها أو إن تي. 5، إيتا شومبغ، تكون حجرتك يبقى كومو، كومو إيتا شومبغ يعني كيف تكون حجرتك. طيب نيجي بعد كده لسؤال رتب، هنقول نبدأ بكلمة لا، لا مير دو ندى إي سامبا، أم ندى تكون لطيفة. السؤال الثاني هيقول لي ليفغ سون دون لو ساكادو، الكتب تكون داخل شنطة الظهر. الموضوع بيقول لك اعمل واحد من الاثنين دول، ديكري تا شامبر، اوصف حجرتك من ناحية رونجي مرتبة، بيرو مكتب، بغزون تتا سيبه كوبين، قدمي صديقاتك على النت من ناحية السمة الشخصية واللون، تمام؟ طبعا مش لون هي، لا اللون اللي هي بتحبه يعني، تمام؟ هتقولي مثلا جي ان سيبه كوبين، انا عندي صديقة على النت اللي سامبا هي تكون لطيفة، إليم لغوج هي بتحب اللون الأحمر، بس ثلاث جمل بس اللي مطلوب منك مش أكتر من كده. بكده الحمد لله يا شباب نكون خلصنا حل امتحانات الأزهر كلها اللي موجودة في ملحق كتاب برافو الخاص بالامتحانات. ما تنسوناش يا شباب من صالح دعائكم يا شباب، وشير لكل أصحابكم على كل الجروبات عشان الكل يستفيد، وما تنسوناش من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.